وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس البرمجة باستخدام لغة بايثون. في هذه المحاضرة راح نتعلم على طريقة جديدة لعمل الكونكاتينيت أو خليط بين النصوص والمتغيرات. مثلا لو عندنا متغير، هذا المتغير اسمه بهاء وقيمته مثلا إيراك مثلا بهذه الطريقة، وحبينا نطبع هذا المتغير مثلا بالدالة print، راح نكتب ب quotation mark I am from in. طبعا بالطريقة السابقة راح نجي نكتب اسم المتغير طبعا بعد ال quotation mark، نخلي علامة زائد ونكتب اسم المتغير بهذه الطريقة. طبعا بعد ما نجري البرينت I am from in Iraq. طيب هذه هي الطريقة السابقة. الطريقة الجديدة هي برينت، نكتب برينت، نكتب حرف F بهذه الطريقة، ومن ثم نكتب double quotation mark ونكتب النص مثلا I am from in. و بعد ما يحتاج نخلي علامة زائد ونخرج عن الكوتيشن مارك، بداخل الكوتيشن مارك نخلي الأقواس المعكوفة اللي هي شفت وجيم بهذه الطريقة، ونضع اسم المتغير بداخل هذه الأقواس. مثل ما نلاحظ هنا نخلي حرف F ضروري اللي هي ترمز إلى format أو formatting، حرف F، ونخلي دبل كوتيشن مارك، يعني نكتب الكوتيشن مارك دبل، ونضع النص بشكل طبيعي وما نخرج ونخلي علامة زائد. بالمكان اللي يعجبنا نخلي، ولكن اسم المتغير يكون بين دبل أقواس معكوفة اللي هي بهذه الطريقة أو بهذا الشكل. إذا نجي نلاحظ أنه نجري عملية run، طبعا بعد ما نجري عملية run إذا لاحظ بنفس النتيجة اللي تعملها البرنت نفسها تعملها هذه الطريقة، ولكن هذه الطريقة أسهل، راح نتخلص من الزائد ومن الخروج من الكوتيشن مارك. بداخل الدبل كوتيشن مارك نقدر نضع المتغيرات بكل سهولة. إن شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة وبسيطة.